تارتلات وشوكولا. عندي 125 غرام زبدة، زدت لها حبة بيض، خلطت كل شيء في رحبة، زدت لها زوج مغارف نتاع شوكري غلاس، معلقة نتاع مايزينا ونصف معلقة نتاع كاكاو، خلطت كل شيء ولميت بالفارينة حتى تحصلت على هاد القوام. دونك شكلتها في ليمول تاوعي، راح ندخلهم للثلاجة 20 دقيقة ومن بعد ندخلهم للفوق يطيبوا. في هاد الأثناء راح نجهز لاكريم. لاكريم تاعي راح ندير فيها كأس حليب، ملعقة سكر، ملعقة سكر عادي كبيرة، ملعقة كبيرة نتاع مايزينا، وراح نضيف ملعقة ونصف نتاع الكاكاو. راح نخلط كل شيء بارد في بارد، وراح نحطها فوق النار حتى تعقد معنا حتى يعقد معنا هذا الخليط. هاي ليكم بعد ما عقدت، زدت لها ملعقة صغيرة نتاع زبدة وزوج طروفان نتاع شوكولا. هاي ليكم لي تارتلات نتاعنا بعد ما طابوا. دونك درت لهم البانان من تحت وراح نزيد فوقهم هذيك لا كريم تاعنا، راح نديرها في لابوشا دو ونعمر كامل لي تارتلات نتاعنا. كيما راكم تشوفوا زينتهم بهذا الشكل، يعني درتهم على شكل نجوم. فوالا، هاي ليكم بعد ما زينتوا وبالصحه.